أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. موقع عدن الغادي يتساءل أين ذهبت الوديعة السعودية؟ اليونيسف تدعو إلى وقف فوري للهجمات على الخدمات العامة. ومن البي بي سي جائزة عالمية في الرياضيات تسرق من لاجئ كردي. أهلا بكم. تقرير يسلط الضوء على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والمالية. أين الوديعة السعودية؟ يتساءل موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية ويقول: ساد تفاؤل كبير في 17 من مارس من العام الجاري غدا التوقيع بين الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية رسميا على إيداع ملياري دولار لدى البنك المركزي، وتوقع حينها اليمنيون بأن يستقر سعر العملة، لكن تلك الوديعة لم تدم طويلا إذ شهد الريال اليمني تدهورا مريع. يفيد الموقع: لم يعرف ما إذا كانت الوديعة السعودية حقيقية أم أنها مجرد سراب وسط حالة استياء كبيرة في أوساط الشعب اليمني من حالة التدهور هذه التي انعكست على ارتفاع السلع الغذائية، وهو ما يشير إلى مجاعة محتملة. وقال الاقتصادي الدكتور مساعد القطيبي أنه في ظل التدهور المخيف لأسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ما زلنا نؤكد بأن بمقدور البنك المركزي والحكومة اتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات الحكومية والسياسات المالية والنقدية الكفيلة بخلق استقرار في أسعار العملة المحلية. وأضاف: ما يؤسفنا ليس فقط موقف البنك المركزي والحكومة العاجزة عن اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تدهور أسعار العملة المحلية، بل ما يؤسفنا هو اتخاذ الحكومة والبنك لجملة من القرارات والإجراءات التي زادت من حدة هذا التدهور. دولة بلا ميزانية، دولة عصابات. تحت هذا العنوان كتب مصطفى الجبزي مقاله المنشور في الحرف 28 مضيفا في جزء من المقال: للعام الرابع على التوالي والحكومة لم تنشر ميزانية عامة للدولة وتوضح الإيرادات والمصروفات، وتريد منا أن نصدقها أنها تحارب من أجل استعادة الدولة، بل ويزعجها الحديث عن فسادها. كان صالح وزبانيته يواجهون الحديث عن فسادهم بأنه استهداف للوطن، حين كان صالح هو الوطن، وتجند حزب المؤتمر بقضه لهذه الكذبة المخزية. سلطة اليوم في الحكومة الشرعية عاجزة عن تمثل وتمثيل الوطن، وتقودها نزعاتها المناطقية وانتهازيتها الحزبية، فترى أن الحديث عن فسادها هو استهداف مناطقي بالنسبة للإخوة الجنوبيين، أو استهداف للأحزاب كما هو الحال مع حزب الإصلاح والحزب الناصري. تسيير شؤون الدولة دون توضيح ميزانية فيها الحد الأدنى من الشفافية هو عمل عصابة، وفي هذا لا تختلف الحكومة الشرعية عن الحوثيين. يعلن الإخوة في التحالف تقديمهم مساعدات لليمن تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار، بينما تصمت الحكومة اليمنية أمام هذا الرقم المهول الكفيل بإعادة الحياة لليمن وإنعاشه. لا صمت الممتن، ولكن صمت المذنب. هذا لأن الحكومة ملزمة تجاه الشعب بالتوضيح، فالرقم كبير بينما المأساة الإنسانية حرجة وتهدد بكارثة ومجاعة، كما أن الاقتصاد في أسوأ حالاته والعملة اليمنية تهوي. ولن نخوض في الحديث عن الخدمات الأساسية المتردية، لنتذكر أن المنظمات الدولية هي الأخرى تستهتر باليمنيين وتتاجر بمأساتهم، ووصل الأمر ببعض المنظمات أن استجلبت قمحاً فاسداً. وهذا الفساد يعكس فساد الشرعية التي جعلت المؤسسات الإيرادية إقطاعات خاصة بأمراء الحرب، وامتهنت التسول والاستدانة بلا مسؤولية، بينما مؤسسات سيادية إيرادية لا أحد يعلم عنها أي تفاصيل بعد أن استحوذ نفر عصبوي في الحكومة الشرعية على قطاعات النفط والنقل والموانئ والمنافذ والمالية. في تقرير خاص بموقع المصدر أونلاين، يتابع محررون تحولات هيئة مكافحة الفساد واستفادتها من الاضطرابات. وعلق الموقع: من مكافحة الفساد إلى ممارسته مع الحوثيين والشرعية،
قال الموقع إنه بعد اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء كانت القاضية أفراح بادويلان رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أول مسؤول حكومي يستقبل ذلك الشخص المسلح والغريب الذي كان يتجول في المؤسسات ومعه مجاميع مسلحة، وكان الناس يتساءلون عن هويته قبل أن يعرف فيما بعد أنه محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية الحوثية. مطلع هذا الأسبوع كان الرئيس هادي في عدن يستقبل أفراح بادويلان في العاصمة المؤقتة عدن هي وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبين هذا التاريخ وذاك سنوات من العبث والانتهازية والفساد. ويتهم التقرير رئيسة الهيئة الوطنية بالانحياز للانقلاب وإنشاء مكتب للجنة الثورية الحوثية العليا في الهيئة، كما كرمت هيئة مكافحة الفساد يحيى الراعي باعتباره الشخصية الأكثر نزاهة. الهيئة ذاتها زودت الحوثيين بقائمة تحتوي على أملاك رجال الدولة والوزراء وأرصدتهم باعتبارهم قدموا تفاصيل لها في إقرار الذمة المالية، وهو الذي دفع الحوثيين إلى السطو على تلك الأملاك. يقول الموقع أن رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى الآن إلى إقناع رئيس الجمهورية بالتمديد لأعضاء الهيئة والبالغ عددهم 11 عضوا، حيث من المفترض أن تنتهي ولاية الهيئة في سبتمبر 2018. تمكنت قوات التحالف في بداية الحرب من فرض السيادة الجوية والبحرية على كل مسرح العمليات، وأعلنت المجال الجوي والمياه الإقليمية اليمنيين مناطق عمليات محظورة. هذا مقتطف من مقال كتبه عادل سليمان في العربي الجديد مضيفا في أجزاء من المقال. في أكثر من 3 أسابيع من القصف الجوي والصاروخي بدا كأن عاصفة الحزم قد حققت أهدافها، فأعلنت قيادة التحالف في 21 من أبريل نيسان 2015 انتهاء عمليات هذه العاصفة، وذلك بعد إزالة جميع التهديدات التي تشكل تهديداً لأمن السعودية والدول المجاورة، وبعد أن تم تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية والقدرة الجوية التي كانت بحوزة الحوثي وقوات صالح، وتم إعلان إطلاق عمليات إعادة الأمل لإعادة الإعمار وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية لليمنيين الذين أضيروا من العمليات العسكرية. مرت نحو 3 سنوات ونصف السنة منذ أعلنت قيادة قوات التحالف انتهاء عاصفة الحزم وانطلاق عملية إعادة الأمل، والأمل يتضاءل في حسم الحرب المفتوحة في اليمن عسكرياً والتي أصبحت نموذجاً لعجز القوة النظامية المتفوقة في مواجهة عمليات لا تناسقية محدودة أدت إلى تهديد أحد أهم الممرات البحرية الدولية للاقتصاد العالمي مضيق باب المندب، وتهدد حركة الملاحة الجوية في مطارات رئيسية لدولتي التحالف الرئيسيتين السعودية والإمارات، وتهدد آلافاً من مواطني المناطق الحدودية السعودية اليمنية. المثير أن القوى الدولية التي وقفت بقوة مع التحالف العربي في بدايته ظناً منها أن عاصفة الحزم قادرة على حسم الموقف في اليمن هي من تقف اليوم مع ضرورة وضع حد للحرب التي تعرض ملايين من أبناء الشعب اليمني للموت أو الإصابة أو النزوح أو الأمراض والأوبئة، وترتفع الأصوات بأنه لا حل سوى الحل السياسي، لا أحد يتحرك لانتشال شعب بائس من مصير أكثر بؤسة. ستبقى حرب اليمن وهي نموذج لعجز القوة، حرب استئناف مفتوحة لكل الأطراف، الخاسر الرئيسي فيها هو الشعب اليمني، ولن تضع حداً لها سوى إرادة دولية وإقليمية حقيقية تضع الاعتبارات الإنسانية في مقدمة أولوياتها. فهل يحدث؟ بينما ينتظر أقاربهم الإفراج عنهم ولو بعد حين، تخرج أخبار الموت من معتقلات ميليشيات الحوثيين، آخرها خبر بعنوان وفاة سجين تحت التعذيب بسجن البحث الجنائي في صنعاء. أفادت مصادر محلية لموقع المشاهد أن الشاب عبد العماري 30 عاماً من أهالي منطقة السادة لقي حتفه بعد أن تعرض للتعذيب المكثف بالصعق الكهربائي في سجن البحث الجنائي بمحافظة صنعاء، حيث أجبر بالقوة على الاعتراف باتهامات جنائية منسوبة إليه. وأضافت المصادر أن إدارة البحث الجنائي بمحافظة صنعاء المعينة من جماعة الحوثي قالت لأهالي الشاب العماري أنهم وجدوه منتحرا داخل السجن الانفرادي الذي يقبع فيه. وبحسب المصدر فإن جماعة الحوثي نقلت
نقلت جثة العمار إلى ثلاجة مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء، حيث رفضت أسرته استلامه مطالبة بإجراء تحقيق فوري بحضور الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة التي وجدوا عليها آثار تعذيب. وتشهد السجون الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي انتهاكات متعددة بحق السجناء، حيث سجلت منظمة حقوقية وفاة ما يزيد عن 20 سجينا نتيجة التعذيب في سجون جماعة الحوثي بصنعاء والحديدة وإب وذمار. نطالع من عناوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب ما يلي: مصدر حكومي يقول بقاء سيطرة الميليشيات على الحديدة هزيمة للحكومة والتحالف. ميدانيا من الحديدة انطلاق عملية تحرير الدريهمي، والجيش يطهر مساحات واسعة أطراف المدينة. ومن العاصمة المؤقتة: الرئيس يعود إلى عدن ويؤكد ستنتصر إرادة اليمنيين على العصابات الإجرامية. ومن ذات المدينة: مسافرون عالقون في مطار عدن لليوم الثالث على التوالي بسبب طيران اليمنية. ومن صنعاء: ارتفاع جنوني لأسعار الخبز والميليشيات تخنق المواطنين بنفوذ مشرفيها. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية، فابقوا معنا. مستمرون معكم في كشك الصحافة، ونذهب إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية والعالمية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط، حيث كشفت مصادر دبلوماسية غربية وعربية للشرق الأوسط عن مساع يأمل من خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إعادة المشاورات اليمنية في مدينة جنيف السويسرية مطلع سبتمبر المقبل، في محاولة لإحياء ملف التسوية اليمني الذي تعرض لحالة من الشلل منذ رفض الميليشيا الحوثية التوقيع على ورقة الحل في مشاورات الكويت المنتهية في أغسطس 2016. وترجح المصادر التي تحفظت على إعلان هويتها أن المبعوث الأممي إلى اليمن سيتخذ تكتيكا مغايرا لما كان يتخذه سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد فيما يتعلق بطريقة عقد اللقاءات، حيث ستكون اللقاءات على مدار 3 إلى 4 أيام بدلا من أن تكون لمئة يوم كالمشاورات السابقة. ورغم أن الباحث آدم بارون الزميل الزائر في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي يرى أن الوقت ما يزال مبكرا للحكم على مدى نجاح المشاورات، إلا أنه يرى علامات إيجابية من جريفيث ويمتلك مهارات الوساطة اللازمة. ويقول محذرا أن التوقعات لا ينبغي أن تكون عالية جدا، والأهم أن الفترة المقبلة ستشهد أحداثا ملموسة لأن التركيز قد يعود إلى الجبهات. مرافق المياه والخدمات المدنية في اليمن مستهدفة بشكل كبير، وهذا ما دفع منظمة اليونيسف بحسب العرب الجديد إلى الدعوة إلى وقف فوري للهجمات التي تستهدف مرافق المياه والخدمات المدنية. المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور قالت في بيان إن الهجمات التي تشن على المرافق والخدمات المدنية غير مقبولة وغير إنسانية وتخالف القوانين الأساسية للحرب، وأشارت إلى أن العنف المستمر والهجوم المتكرر على البنية التحتية المدنية المنقذة للحياة في محافظة الحديدة يشكلان تهديدا مباشرا لبقاء مئات آلاف الأطفال وعائلاتهم على قيد الحياة. كما بيّنت أن اليمن يواجه نقصا حادا في مياه الشرب، الأمر المرتبط بشكل مباشر مع تفشي الكوليرا والإسهال المائي الحاد. تكتب الأديبة الكويتية سعدية مفرح عن أصغر مناضلة في فلسطين حاليا، والتي أفرجت عنها إسرائيل بعد 8 أشهر من السجن. المناضلة الفلسطينية الشابة عهد التميمي، والتي خرجت من المعتقل بعنفوان مضاعف وابتسامة مضيئة ورأس يلامس عنان السماء وخبرة متراكمة على الرغم من صغر سنها في المقاومة بكل أشكالها، عندما اعتبرت في تصريحاتها الفورية بعد الإفراج عنها قبل أيام أنها لن تتوقف عن النضال وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال، في إشارة إلى أن السجن الذي نفذته 8 شهور
إثر اتهامها بالاعتداء على جندي صهيوني بالقرب من منزل عائلتها لم يكسر عزيمتها ولم يشوه روحها الحرة، وأنه لن يوقفها عن اللجوء إلى خيار مقاومة المحتل دائما. عرفت عهد بشجاعتها منذ طفولتها، حيث انتشرت لها مقاطع كثيرة تصور إقدامها المبكر في مواجهة جنود الاحتلال بكل ما تملك من قوة. كان أقدمها وهي لم تبلغ 11 من عمرها بعد. ويكفي أن عهد التميمي نجحت دائما في المساهمة بفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي القاسية جدا تجاه الأطفال والقُصّر الفلسطينيين، في انتهاك واضح لكل المعاهدات والقوانين الدولية بشأن معاملة الأطفال والقُصّر، لتكون أيقونة نضال فلسطيني مستمر ومتصاعد جيلا بعد جيل. نجحت النسوة الثلاث في الدفاع عن قضايا يؤمن بها بكل شجاعة، ذلك أن الشجاعة تليق بهن فعلا وتليق بكثيرات غيرهن في كل مكان من هذا العالم الذي ما زال ينظر إلى المرأة في أفضل الأحوال كائنا ضعيفا يستحق الشفقة وحسب. فاز لاجئ كردي في بريطانيا بأرفع جائزة عالمية في حقل الرياضيات، ميدالية فيلدز التي تعادل جائزة نوبل العالمية في العلوم، ثم سرقت منه بعد ذلك في الحفل الذي أقيم بالبرازيل، وعنونت شبكة البي بي سي: جائزة فيلدز العالمية في الرياضيات تسرق من لاجئ كردي. وحصل البروفيسور الكردي كوجر بيركار على الجائزة رفقة ثلاثة علماء آخرين تكريما لإسهامهم جميعا في مجال الرياضيات. والبروفيسور بيركار انتقل كلاجئ سياسي إلى بريطانيا ليشتغل في التدريس بجامعة كامبريدج. ومن المفارقات أن جائزة البروفيسور بيركار التي تزن 14 قراطا من الذهب سرقت بعد أن استلمها في الحفل الذي أقيم في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وذكر تلفزيون برازيلي أن بيكار ترك الميدالية مع محفظته وهاتفه في حقيبة على طاولة في مركز المؤتمرات حيث أقيم الاحتفال، ومن ثم اكتشف بعد ذلك اختفاء الحقيبة بكل ما فيها. وأبلغ البروفيسور الأمن الذي تمكن من العثور على الحقيبة في وقت لاحق، لكنهم لم يعثروا على المحفظة والميدالية. ومن أجواء السرقات العالمية أيضا وبطريقة أشبه بأفلام هوليوود، نشرت صحيفة الحياة خبرا عن سرقة لصوص لتاجين ملكيين في السويد، وقالت: سرق لصوص تاجين وأيقونة الكرة والصليب من مجموعة الأسرة المالكة في السويد ثم فروا بزورق آلي. ذكرت الشرطة أن هذه القطع لا تقدر بثمن، سرقت من كاتدرائية غرب العاصمة ستوكهولم. وفتح اللصوص صندوقا زجاجيا يضم مقتنيات للملك كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا، وسرقوا التاجين والأيقونة التي تعود إلى القرن السابع عشر. وأضافت الشرطة أن اللصوص فروا بزورق آلي كان بانتظارهم في بحيرة مالرين ثالث كبرى البحيرات السويدية. الشرطة لم تلقي القبض حتى الآن على أحد ولم تحدد أي مشتبه به، لكنها تعكف على نشر صور المقتنيات المسروقة في محاولة لاستعادتها. تناقضات في القصور، تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم مقاله المنشور في القدس العربي مضيفا: معظم النخب المسيطرة في العالم العربي قلما تؤمن بالأسلوب التشاركي أو الحقوقي والديمقراطي، لكن بنفس الوقت يوجد في كل ديوان ملكي وجمهوري عربي جناح يشعر بالغربة وينتظر فرصته لتجربة تصورات أكثر تحسساً لآلام المجتمع ومهمشيه. بل لدى هذا الفريق رؤى حول المصالحات الوطنية والمساومات مع القوى المعارضة، لهذا من الطبيعي أن ترتفع حدة الصراع المستتر كثيراً والمعلن أحياناً في النظام العربي حول كيفية التعامل مع العدالة الاجتماعية كما ومع الحركات السياسية المختلفة والحريات. فمن نتائج ما وقع في 2011 تكثيف الاختلاف بين النخب المؤثرة حول التعامل مع الأوضاع، فبعضها يرى أن الحل الأمني والتعسفي هو مفتاح الحلول في كل زمان ومكان، بينما بعضها الآخر يؤمن بإصلاح سياسي واقتصادي يؤدي لتغييرات في علاقة الشعب بالقصر وبالنخبة وبالدولة. لكن الواضح بنفس الوقت
أن القوى الإصلاحية في النظام العربي ضعيفة ولن تستطيع التحرك إن لم يقع تحرك ما من قبل الشارع يؤدي لفتح أفق إصلاح النظام السياسي، بل من الطبيعي أن تكون هذه الحقبة التي نمر بها في الإقليم مكونة من لحظات انتظار. وهذا يعني بأنه يجب أن تصل حالة الديون وسقوط العملة والغلاء الفاحش والفشل الاقتصادي والاجتثاث السياسي والتعسف والتحالف مع ترامب، وربما في بعض الحالات مع إسرائيل، لنهايتها الطبيعية، وذلك قبل أن تتحرك الطبقات الوسطى والشعبية للتعبير عن سخطها. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور من صحيفة الديلي تيليغراف لمناظر من الطبيعة وأخرى لحيوانات تبدو كأنها تبتسم خصيصا لعدسات الكاميرا، وأيضا لأخرى من تحت الماء نتابع. كيف عبر رسامو الكاريكاتير عن أحداث اليوم؟ هذا ما سوف نتابعه في جولتنا للكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.